بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد دلوقتي الفصل الخامس عشر، القضاء على التتار ومحاكمة الخونة. اول حاجة محاكمة الاسرى المسلمين الذين انضموا للتتار. عقد قطز محاكمة للاسرى المسلمين الذين انضموا الى التتار، وكانوا يتقدمون له واحدا بعد الاخر يسألهم فيجيبونه بإجابات مختلفة. فإذا تبين له عذر ذلك الأسير استتابه وبين له سوء عمله وضمه إلى جيشه بعد أن يعلمه أن حكمه القتل، ولكنه عفى عنه لما توسم فيه من بقية خير. وإذا تبين له أن هذا الأسير ليس له عذر من اضطرار أو إكراه أو جاء أمر به فضربت عنقه. وكان من بين الأسرى ملك من ملوك آل أيوب انضم إلى التتار وقاتل معهم، فأمر به السلطان فجيء به يرشف في الأغلال فقتله بيده جزاء لخيانته وليكون عبرة لغيره. يبقى قطز قام بمحاكمة الأسرى المسلمين اللي انضموا للتتار، وكانوا بيتقدموا له واحدا تلو الآخر فيسألهم فيجيبونه. وكان إذا تبين له أن هذا الأسير له عذر غفر له وبين له سوء عمله وضمه إلى جيشه. وإذا تبين له أن هذا الأسير ليس له عذر من اضطرار أو إكراه أو جهل أمر به فضربت عنقه. قطز ووعوده لأهل دمشق. تحرك قطز إلى طبرية حيث أرسل كتابا إلى أهل دمشق يخبرهم بالفتح والنصر، ووعدهم بالوصول إليهم ونشر الحق العدل فيهم، وأمر رجاله بدمشق بالقضي على أعوان التتار من أهالي دمشق وأمرائها حتى يصل فيرى رأيه فيهم. يبقى قطز أرسل كتاب إلى أهل دمشق يخبرهم وينبئهم بالفتح والنصر ووعدهم بالوصول إليهم ونشر العدل فيهم، وأمر رجاله بدمشق بالقضي على أعوان التتار من أهالي دمشق وأمرائها حتى يصل فيرى رأيه فيهم. بعث قطز بكتاب آخر إلى مولاه الأول ابن الزعيم الذي كان مختبئا في بعض ضواحي دمشق. وكان ابن الزعيم يراسل قطز ويشجعه على قتال التتار ويبين له أحوال دمشق وغيرها من بلاد الشام. وكان قطز يسترشد بهذه الرسائل. ولما وصل قطز بعساكره إلى دمشق في آخر يوم من شهر رمضان حيث عسكر هناك، وفاه ابن الزعيم فصلى به وبعساكره صلاة الفطر، وتمنى كلاهما لو أن الشيخ ابن عبد السلام كان حاضرا ذلك اليوم ليؤم الناس بالصلاة. يبقى بعث قطز كتاب آخر إلى مولاه الأول ابن الزعيم الذي كان مختبئا في ضواحي دمشق. وكان ابن الزعيم يراسل قطز ويشجعه على قتال التتار ويبين له أحوال دمشق وغيرها من بلاد الشام. وكان قطز يسترشد بهذه الرسائل. واجتمع مع ابن الزعيم في آخر يوم من شهر رمضان حيث عسكر هناك، وفاه ابن الزعيم فصلى به وبعساكره صلاة الفطر، وتمنى كلاهما لو أن الشيخ ابن عبد السلام كان حاضرا ذلك ليؤم الناس. دخول دمشق وقتل نائب القائد التتري كاتبغا. دخل قطز مدينة دمشق ففرح به أهلها فرحا عظيما، وكان أول شيء فعله عند دخوله دمشق أن سير بيبرس بجيش كبير فطارد فلول التتار ونازل حاميتهم الكبيرة بحمص وفرق شملهم واستولى على حمص. وكانت ذلك الواقع آخر أمر التتار ببلاد الشام. يبقى قطز عندما دخل دمشق فرح به أهلها، وقاموا بدق الطبول وتزيين المكان. وكان أول شيء فعله عند دخوله دمشق أن سير بيبرس بجيش كبير فطارد فلول التتار ولم يتبقى منهم أحد في بلاد الشام. لما بلغ هولاكو وهو ببلاد فارس انهزام عساكره وقتل نائبه كاتبغا عظم عليه الخط، فإنه لم ينكسر له عسكر من قبل ولم يهدأ غضبه، فأمر بقتل جميع من لجأ إليه ولحق به من ملوك المسلمين وأمرائهم وأولادهم
وجميع من معهم فلقوا جزاء خيانتهم. يبقى جزاء المسلمين الخونة الذين انضموا إلى هولاكو أن 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 قتلهم هولاكو بنفسه، وأمر بقتل جميع من لجأ إليه ولحق به من ملوك المسلمين وأمرائهم وأولاده. وبكده يكون خلص الفصل دوت. مع نفهم نتعلم.